بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 71 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذه الأخت السائلة أم أحمد تقول أرجو عرض رسالتي على الشيخ صالح وفقه الله. تذكر الشيخ حفظكم الله بأنها امرأة متزوجة منذ 25 سنة، تقول لديها العديد من الأولاد والبنات، وأواجه كثيرا من المشاكل الزوجية من قبل زوجي، فهو يكثر من إهانتي أمام أولادي وبناتي وأمام القريب والبعيد، ولا يقدر العشرة الزوجية الطويلة، وأنا امرأة متدينة ومصلية ولا أرتاح إلا ما عندما يخرج من البيت، مع أنه من أهل الصلاة. أرجو أن تدلوني على الطريق السليمة في معاشرة هذا الزوج في البيت، جزاكم الله خيرا، وما هي التوجيه له، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن على كل من الزوجين نحو الآخر معاشرة بالمعروف وطيب المعاشرة، لأن هذا هو مقتضى الزوجية، وهذا أيضا يجعل البيت، يجعل الأسرة مستريحة ومطمئنة، تنشأ الأولاد على الأخلاق الطيبة. على كل من الزوجين أن يحسن العشرة مع الآخر، وإذا حصل من أحد الزوجين شيء من المخالفة أو النقص في العشرة، فعلى الطرف الآخر الصبر، على الزوج أن يصبر على ما في زوجته من نقص، وعلى الزوجة أيضا أن تصبر على ما في زوجها من النقص. على كل من الطرفين أن يتسامح مع الآخر لأجل أن تدوم العشرة ويزول الشقاق. الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل أبو إبراهيم فضيلة الشيخ، أنا مريض بالسكر ولم أستطع الصيام في رمضان في العام الماضي، وبعد انتهاء رمضان تحسنت حالتي ورأيت أن أقضي ما علي من رمضان. جربت يوما ورأيت أنني متعب، والمرض هذا قديم، فما الحكم، مأجورين؟ إذا كان المرض مزمنا، السكر أو غيره، ولا يستطاع معه الصيام، وهو مرض مزمن لا يرجى زواله، فعلى المسلم المصاب بذلك أن يفتدي من الصيام إطعام مسكين عن كل يوم، قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والذين يطيقونه هم الذين لا يستطيعون الصيام استطاع، وتكون عدم ويكون عدم الاستطاعة مستمرا لا يرجى زواله، هذا تكفي فيه الفدية طعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف عن كل يوم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا الأخ مصري مقيم بجدة يقول في حديث شيخ لا تبع ما لا تملك، كيف يبيع الإنسان ما لا يملكه؟ وهل بدأ هذا البيع في وقتنا الحاضر، أم أن ذلك كان معروف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما المحظور في ذلك؟ لفظ الحديث لا تبع ما ليس عندك، لأنه جاءه حكيم بن حزام رضي الله عنه يسأله أنه يأتيه الرجل يسأله البيع ليس عنده، ثم يذهب إلى السوق ويشتريه. قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنده، فلا يشترط من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع، وأن يكون المشتري مالكا للثمن وقت العقد.
فهذا معنى الحديث. نعم. يقول الشيخ: هل ترون أن تكون صلاة النافلة في البيت، ولماذا؟ صلاة النافلة في البيت أفضل، لأجل أن هذا أبعد عن الرياء، ولأجل إعمار البيت في طاعة الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أما المكتوبة فإنها في المساجد ولا تجوز في البيوت من غير عذر. نعم. الأخ سوداني ألف ألف من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الإكثار من الأعمال الصالحة وخصوصا في منتصف رجب من صيام وصدقة وقيام لليل؟ هل ورد ذلك في السنة؟ الإكثار من العمل الصالح مطلوب، لأن الإنسان بحاجة إلى ذلك. وأما تخصيص رجب بعبادة من العبادات فهذا بدعة، لأنه لم يثبت تخصيص شهر رجب بعبادات لا تفعل في غيره. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ السائل الذي رمز لاسمه بميم ألف يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، أنا اعتدت ولله الحمد كل سنة أن أخرج زكاة مالي في شهر رجب، ويوجد بعض العائلات القريبة منا أخرج لهم مبالغ كل شهر، فهل يجوز أن تقسط الزكاة عليهم على مدار العام، مثلا في شهر صفر ومحرم وربيع الأول وربيع الثاني على مدار العام، حيث أني أفضل المبلغ كاملا كل عام، ويعرف أهلي بأن هذا المبلغ هو للزكاة؟ أولا، تخصيص شهر رجب لإخراج الزكاة لا أصل له، ولكن إذا كان تمام الحول يحصل في شهر رجب من غير قصد فلا بأس بذلك. وأما تقسيط الزكاة، الأصل المبادرة بإخراج الزكاة جميعها وإبراء الذمة منها، هذا هو الأصل. لكن إذا استدعى الحال أن يؤخر شيئا منها لفقير ويوقتها عليه لأنه لا يحسن التصرف فهذا نظر له مصلحته فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت التي رمزت لاسمها بماجدة تقول: هل للمرأة شيخا تزوج نفسها دون ولي، حيث تقول: زوجتك نفسي، وإذا كان هذا العمل قد حصل فما هو الحل؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير ولي، بل لا بد من الولي، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والمرأة التي تزوج نفسها نكاحها باطل 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 كما في الحديث، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وأما العقد الذي وقع حصل أنها زوجت نفسها بغير ولي فهذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل ألف ألف، يقول: شيخ، ما حكم الصلاة خلف إنسان عنده بدعة، وإذا كنا قد صلينا عدة صلوات خلفه هل نعيد الصلاة؟ إذا كان هذا الإمام راتبا في المسجد ومعينا في المسجد فينظر في بدعته، إن كانت بدعته تقتضي كفره بدعة مكفرة يعني لا تصح الصلاة خلفه قولا واحد، لأن صلاته في نفسه لا تصح، كيف صلاة من خلفه؟ أما إذا كانت بدعته دون الكفر فهذا إذا كان إماما راتبا صلى خلفه مع مناصحته والسعي في إزالته واستبداله بإمام مستقيم على السنة، ولا يصبر عليه مع القدرة على إزالته، على إذا كانت بدعته دون الكفر. وأما إذا كانت البدعة يسيرة هذا تصح الصلاة خلفه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فقرته الثانية يقول: متى يفرق بين الأولاد والبنات في البيت وفي الغرف فضيلة الشيخ؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا بلغوا سن العاشرة يفرق بينهم في المضاجع خشية الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم من حج وهو لا يصلي،
وهل تجزي ذلك عن حجة الإسلام؟ وما نصيحتكم لهذا مأجورين؟ الذي لا يصلي لا يصح منه حج ولا غيره من الأعمال، لأن ترك الصلاة متعمدا كفر أكبر ينقل من الملة على الصحيح من قولي العلماء، إذا كان يقر بوجوبها. أما إذا كان يجحد وجوبها ويرى أن الصلاة غير واجبة فهذا كافر بإجماع المسلمين، وبالتالي لا يصح حجه لأنه غير مسلم. عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة ثم يحج بعد ذلك، ولا تجزي الحجة التي أداها وهو تارك للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ عباد يقول: في الحديث الوارد يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام 3 عقد، هل هذه العقد حسية أم معنوية؟ مأجورين. هذه العقد معنوية لا ترى بالعين، ولكن معناه والله أعلم أن الشيطان يكسله عن الصلاة ويثبطه عن الصلاة ويقول له أرقد عليك نوع ليل طويل كما في الحديث. هذا معنى العقد، أنه يكسله وأنه يقعده عن الصلاة ويثقلها عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول الشيخ: أعاني من وسواس قهري، هذا ما ذكره لي الطبيب النفسي وهذا في الوضوء، فما العلاج وما هو شروط قبول الدعاء؟ مأجورين. الذي فيه وسواس يتركه ويستعيذ بالله من الشيطان ومن الوسواس، ويكرر الورد في الصباح والمساء وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وسيذهب عنه الوسواس. وإذا كان هذا الذي فيه مرض نفسي فيرجع إلى الأطباء النفسانيين لعلهم يجدون له علاجا، ربما يكون هذا مرض عصبي وعند الأطباء له علاج فيراجعهم. هذا بالنسبة للوسواس. وبقية السؤال عن شروط قبول الدعاء. وأما شروط قبول الدعاء فهي كثيرة، منها أن يوقن بالإجابة وأن يدعو الله حاضر القلب لا غافل القلب، إنه لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهن كما في الحديث، وأن يطيب مطعمه، يعني يأكل من الحلال، لأن أكل الحرام يمنع قبول الدعاء، وأن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم. وأن لا يستعجل في القبول فيقول دعوت فلم يستجب لي ثم يترك الدعاء، بل يستمر على الدعاء ولا يقنط ولا ييأس من رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل أبو عبد الله: من هم أولياء الله وما هي صفاتهم؟ وهل يطلق على أي رجل مستقيم لشرع الله نطلق عليه ولي؟ أولياء الله ذكرهم الله ذكر صفاتهم في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من اتصف بالإيمان الصحيح والتقوى لله أو من أولياء الله عز وجل. وقد تكون ولايته خالصة قوية، وقد تكون ولايته لله ناقصة بحسب ما عنده من ضعف الإيمان ونقص اليقين، فالولاية تختلف من شخص لآخر حسب الاستقامة والصلاح والعمل الصالح، لكن كل مؤمن تقي فهو ولي لله. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله له سؤال ثاني وفقرة أخرى في هذه الرسالة، يقول: الميت يا شيخ ماذا يصله من العمل؟ الذي صحت به الأحاديث أنه يصل إليه الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثانيا الصدقة عن الميت، فإنها يصل ثوابها إليه إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى، لأن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ماتت أمه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها فقال له: تصدق عنها. ثالثا الحج والعمرة، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه مات ولم يحج حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمر. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول أبو عبد الله في الآية الكريمة: ما المقصود بالآية وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟ المراد الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها
وحملها الإنسان. المراد الأمانة، أمانة الدين، الأوامر والنواهي والعبادة التي بين العبد وبين ربه، وأداء الحقوق إلى أصحابها، كل التكاليف الشرعية فهي أمانة تحملها الإنسان، فعليه أن يؤديها. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل أبو إبراهيم، بعض الأسر عند الطعام لا يذكرون اسم الله في الأكل وبداية الطعام، فما هو التوجيه لهم في ذلك، وما حكم التسمية في الطعام؟ من آداب الطعام أن يسمي الله في أوله وأن يحمد الله في آخره، هذا من آداب الأكل والشرب، البداية بسم الله والختام بالحمد لله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة، وكان ربيبا للرسول صلى الله عليه وسلم وطفلا عنده، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيبدأ ببسم الله، ولو نسي وتذكر في أثناء الأكل فإنه يسمي الله على البقية. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت السائلة التي رمزت لاسمها بشين ميم صاد من الأردن تقول: فضيلة الشيخ، كيف يكون اللباس الشرعي بالنسبة للمرأة، ومتى تبدأ المرأة بهذا اللباس الشرعي وخصوصا عند الفتيات الصغيرات، وهل يشترط أن يكون هذا اللباس خارج البيت أسودا؟ اللباس الواجب على المرأة ما يسترها، ما يسترها عن أنظار الرجال غير المحارم، يسترها سترا كاملا لا يبدو منها شيء، عندما تخرج إلى السوق أو عندما تكون بحضرة رجال غير محارم فإنها تستر نفسها سترا كاملا، وإذا كانت عند رجال محارم لها أو عند نساء فإنها تستر نفسها سترا كاملا إلا الوجه والكفين، شعر الرأس والقدمين، ما جرت العادة بكشفه عند النساء وعند المحارم. وكذلك في الصلاة، الصلاة لها أيضا لباس، يعني تستر جميع بدنها ولا يظهر من شيء إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فإنها تكشف وجهها، وأما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستر نفسها ووجهها وكفيها في الصلاة وفي غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. وأما اللون، نعم، المرأة لا تظهر باللون الزينة عندما تخرج، لا تلبس ثيابا عليها زينة ونقوش وتلفت الأنظار، وإنما تلبس لباسا سادة ليس فيه ما يجلب الأنظار إليها، ولا يشترط أن يكون أسود أو أحمر، بل تلبس ما جرت عادة النساء بلبسه في بلدها. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، من أسئلتها تقول الأخت: فضيلة الشيخ، نقرأ في الكتب أدعية مختارة، وهذه الأدعية كثيرة، وعندما نسأل تكون هذه الأحاديث أو هذه الأدعية ضعيفة أو موضوعة أو آثار، ما موقفنا فضيلة الشيخ من ما يعرض في هذه الكتب؟ ما كل الكتب يعتمد عليها حتى يعرف مؤلفها وتعرف الأحاديث من أين نقلت من كتب الحديث ويتوثق منها، أما مجرد أنها كتب ويأخذ كل ما فيها من غير معرفة للمؤلف وثقته وأمانته وعلمه، ومن غير معرفة لدرجة الحديث، هذا أمر لا يجوز، لأنه قد يكون فيها أدعية مكذوبة أو موضوعة أو أدعية شركية أو بدعية، لا بد من التمحيص. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أثناء حجنا في العام الماضي كانت زوجتي معها طفل رضيع، فرميت عنها حصى الجمار خوفا عليها وعلى طفلها، وكانت هذه الفريضة هي الحجة الفريضة، وخفنا من الزحام عليهم، فهل علينا شيء؟ لا شيء عليكم، إذا رميت عنها من أجل خوف الزحام والزحام موجود تخاف عليها، أو معها طفل أو أطفال تحتاج إلى أنها تبقى عندهم، هذا عذر شرعي، إذا رميت عنها أجزأ ذلك بإذن الله. نعم. يقول الشيخ السائل: سمعنا بعض المصلين أثناء قراءته القرآن في الصلاة يقطع القراءة ويدعو بأدعية مناسبة، فيقول عند ذكر الجنة: اللهم إني أسألك الجنة وأهلي وإخواني والمسلمين،
وعند ذكر النار يقول اللهم حرم وجوهنا على النار، فهل هذا جائز شرعا؟ الدعاء أثناء القراءة في الصلاة هذا جائز في صلاة النافلة صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في صلاة الليل، أما الفريضة فلم يرد أنه يفعل ذلك، فلا يجوز أن يفعل هذا في القراءة في صلاة الفريضة. نعم. يسأل يا شيخ عن الشرط الأساسي في البيع بالتقسيط سواء للسيارات أو الآفاق أو الدواليب. شروط البيع معروفة سبعة: أن يكون مالكا للمبيع، أن أو معدونا له فيه، أن يقدر على تسليمه، أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما، إلى آخر شروط البيع. فإذا تمت شروط البيع البيع صحيح، سواء كان بيعا حالا أو مؤجلا، سواء كان مؤجلا أو مقسطا، مؤجلا بأجل واحد أو مقسطا على أقساط، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه.